صبر صبر صبر، انا لابس اخوتي التونيت البرازيل ولا لابس التونيت البرازيل؟ شوفوا الدراري الكريمينالات ويلي ويلي في الموفمون، شوف عشير ويلي 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 غير احمر. واش الدراري واش الدراري معكم الصباح بكم في جديد ونهار جديد كالعاده اخوتي. صراحه الدراري والله تتوحشكم ديال بصح، ما عمري اخوتي كنت كنتخيل انه غيجي شي نهار وغنعاود نلوح لكم فيه فيديو ديال فري فاير. كنت جالس الدراري ما بيهم عليا قلت اجي باق العشرين ديال فري فاير توحشوني، علاش ما نلوحش لهم شي فيديو اليوم؟ المهم الدراري واخيرا رجعت لهذه القناه هذه، ولكن الدراري ما غنبقاش نلوح فيها فري فاير، غنبقى نلوح فيها تيليجرام الاخرين ان شاء الله. اللي غنطلب منكم هو انكم تدعموني في هذا الفيديو هذا باللايكات وتابونوا في جاس بس نضم العائله عشان صاي احسن عشرين في العالم. وا صراحه الدراري والله تتوحش فري فاير ديال بصح. علاش الدراري؟ حيت كتبقى فري فاير من بين احسن لي جيم اللي لعبت في حياتي. واش عرفتوا الدراري شنو دوزت فري فاير؟ راه شي بلانات والله حتى الهربه ديال بصح قسم بالله. فاش كنسمع كلمه فري فاير كنتفكر لوقيته خوتي ديال كورونا، يا ما الدراري كنبقى مقصر حتى 7 الصباح 8 الصباح ولا حتى 5 العشيه ديال النهار الثاني، ولا يا ما ستريمات. وكنتفكر عاوتاني الناس اللي عرفت من فري فاير، راه شي ناس راه هرباني ديال بصح الله يعمر هذا اللي لحد الان اخوتي باقي كندوي معاهم، لا من اليوتيوبرز لا من العشرين ديالنا. وا راسي ضرني قسم بالله. واش عرفتوا شنو تفكرت؟ واش عقلتوا الدراري على ايامات النوبرو في اس وايت، ايامات كنلعبوا ضد سكوادات في البرازيل وكنسلخ امهم، ولا عرفتي اش غنديروا؟ غنرجعوا اخوتي اللور ايامات الدراري هيروشيما، مستر علي ما تسلخ اخوتي السكواد ديال شغب بوحدو. وعلى ايامات صراحه الدراري كانوا ايامات هربانين ديال بصح، دوزت وقيته في هذا الجيم هذه هربانه ديال بصح. كما كتعرفوا الدراري انا بديت في يوتيوب بالتحديات وبلي برانك وبلي فلوق وبزاف ديال اللعيبات، ولكن اخوتي فاش جات كورونا هرساتني. سو هذيك الوقيته اخوتي كنت غادي نتوقف عن نشر المحتوى، وهذيك الوقيته اللي كنت داير فيها بوز وليت كنلعب فري فاير بزاف، قلت اجي علاش ما نبداش نلوح فيها الفيديوهات؟ ولحنا فيها الفيديوهات وفرقعناها في يوتيوب وسلخنا اخوتي الاساطير كاملين ديال فري فاير، ما كان غير 7 0 صحاب ليكم نسيتي ايامكم. ولكن دابا اخوتي ولا بنادم عنده الزيت، لا تصرت والله الا تصرت قسما بالله. وفسالت اخوتي كورونا رجعت للمحتوى ديالي الحمد لله لحد الان موفق فيها اخوتي، وانا وعشرين صاعره مبلبلينها لهاد الساعه هادي، والقناه ديالنا الكبيره راه فاتت المليون ابوني وقربنا المليون ونص تخيلوا معايا. المهم الدراري كما كتعرفوا قربت عامين انا ما دخلتش الفري فاير ما لعبتها ما والو لاسباب مجهوله لحد الان، ولكن الدراري ما حبستش الجيمنج بمره، كنلعب لي جيم الاخرين بحال فالورانت، كنقصر فيفا، كنقصر فارجايز وبزاف ديال لي جيم، ولكن الدراري فري فاير مره في 6 شهور في 7 شهور. ولكن الدراري اليوم قررت انني غندخل الحساب ديالي من بعد ما غبت عليه لمده سنتين. سو بلا كثرة الهضرة نمشيو خوتي نشوفو الحساب ديالنا. المهم عشرين كما كتشوفوا اخيرا دخلنا الحساب ديالنا، صراحة والله الا توحشتو قسما بالله. كما كتعرفوا دير الكومنت ديالي كان من بين احسن لي كومنت اللي كاينين في السيرفر. المهم الدراري كما كتشوفوا هو البروفيل. المهم اخوتي الكومنت ديالي راه ماشي انا اللي كنت كنلعب فيه، كان كيلعب فيه واحد الدري صاحبي وخويا سعدوش مرة مرة، وكما كتشوفوا الدراري من السلطة الصفراء كاملة كلشي بيض الدراري. واه هادي كما كتشوفوا اخوتي انا بلاك لان، تخيلوا الدراري ميت صاعي ليفل 68 ايامات الاوفر باور واشهر الكلانات كيعيطوا لينا. دابا اخوتي بلاك الله الا عشوه قسم بالله، ولكن شوف هاني والله تاني الدري. المهم اخوتي كما كتشوفوا الكومب ديالي فيه اخوتي جوج دياموندات. صبر صبر صبر، انا لابس اخوتي التونيت البرازيل ولا لابس التونيت البرازيل؟ كي درت لهاد وعلى صدفه صراحه الدراري والله الا توحشت الكومب ديالي. وهاد اللبسه هادي تخيلوا معايا الدراري هي اخر لبسه لبست الدراري لعبت بها وباقي لابسها الدراري، والله الا تصدمت قسم بالله. شوفوا الدراري الكريمينالات ويلي ويلي. وكما كتعرفوا الدراري هذه راه هي الحطه اللي عزيزه عليا ديال بصح، نخلي هذه الحطه هذه. شوف الدراري الكومنت، شوف لكم شحال فيه مسكاره جوج شحال من السطحه ويلي وي عرفت الدراري كنتفكر ايامات هذا الكومنت راه كان ميمكنش والله ميمكن قسما بالله الدراري البلان شنو هو الدراري. كما كتشوفوا فري فاير جاتني بحال مشات تبدلات، راه تبدلات عليا ديال بصح. كنعقل على فري فاير الدراري صراحه كان الديزاين ديالها ناقص، دابا الدراري طلعوا في الجرافيك طلعوا في بزاف ديال اللعيبات، ولات كتبان جيم احسن من شحال هذه بخمسات المرات وعشرات المرات. المهم الدراري دابا البلان شنو هو؟ غندخلوا اخوتي لونطريمو صراحه الدراري شحال هذه ما لعبتش. يلاه اخوتي قادي دوك سيتينغ اللي كنت كنلعب بهم شحال هذه وغادي نجربهم، وكنقول يا ربي يا ربي يجيبوا الشهيد ميشوناش اخوتي باش ما يقولوش ليا كنتي كدير شي زويته ولا شي لعيبه. ناري ايامات العز الليل ايامات العز. شوف شوف خوتي هز الصاعي هز بربره الدري ويلي ويلي. شوف الموفمون، شوف شوف الموفمون، شوف عشير ويلي ويلي على الموفمون. المهم اخوتي دابا غنمشيو لهاد البلاصه هادي ديال سلاح الدراري باش نشدو منها اخوتي. اش غنشدو اش غنشدو؟ يلاه قولي اش غنشد؟ اشد الايكل بطبيعه الحال كتعرفوا عليا الدراري كتشد الايكل ديما. وغنشدو اخوتي دراغا نوف، بدلوا لي السميه داروا لي الاسفين خوتي والله الا تبدلات عليا الكام قسما بالله. عاد شنديرو دابا؟ غنجربو في البوت. اجي كنضربها الصفر الدراري، كنضربها الصفر. كيفاش كنضرب انا غنصفر الدراري؟ فين هو الهاك؟ صافي الهاك مشى والله الا غنصفر قسما بالله. عاد شنديرو اخوتي؟ ناكتيفيو الزيت. صبر صبر وهاد
هذا اش كدير انت تما؟ والله الا هي لا لا الدراري ما كنتش مزيته صراحه. الدراري بان لي بلي ما كنتش مزيت. ويلي ويلي غير احمر باش يلاه كنضرب الصفر. ايا الدراري كيفاش قلت اكتيف الزيت وي تاكتيف الزيت ما فهمت والو خوت صراحه. ولا عندي موف مناق حمراء والله الا حمراء والله الا حمراء. ولا الدراري عندي الموف مناقص وبزاف ديال العيبات، ولكن الدراري غنحاول انني هذه الايامات هذه نرجع نقصر اخوتي بزاف باش نرد اخوتي الموف مون ديالي طبيعه الحال، ورجع اخوتي نجلدوا اليوتيوبرز وكذا فهمت شنو هو البلان. علاش لا الدراري نديروا لكم رومات مع اليوتيوبرز؟ والله الا هاد خوتي كيبان لي بلي غنخرج من الكومب ديالي لا يصدق مباني ولا شي لعيبات الدراري. المهم على العشان ان شاء الله من القدام كما قلت لكم غنرجع نلوح لكم فيديوهات اللي غيكونوا هربانين ديال بصح. المهم الدراري ما تنساوش معكم واحد لايك وتابونوا وفعلوا الجرس بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. وغدا ان شاء الله اخوتي غنلقى لكم واحد اللايف ديال فري فاير اللي غيكون هربان ديال بصح. المهم على العشان كنبغيكم كاملين ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.